باسم هند بوطرابش، مقاوله شابه من مدينه مراكش. جاتني الفكره ديال هذه المقاوله نهار بديت كنفكر اني ندير شي مشروع جديد اللي ما كاينش بزاف وما موجودش بزاف في الشارع المغربي، وبانت لي هذه الفكره هذه كاينه في اوروب بزاف ودايرينها بنات، وفوالا وبانت لي الفكره مزيانه وقلت علاش لا ما نكونش انا اول بنت مغربيه اللي غتبدا بهذا العمل هذا في الشارع العام. وفكرت فيها وطبقتها حطيت على ارض الواقع. فوالا انا حاصله على البكالوريا وعندي جوج دبلومات، دبلوم في السكرتاريا والبيروتيك ودبلوم اخر في لا كونطابيليتي ولانفورماتيك. طبيعه الحال انا كامرأة مغربيه لقيت في الاول صعوبات في الشارع المغربي وباقي كنلقاهم يعني في بعض الاحيان، ولكن يعني الا كانت عندك الاراده انك دير واحد الحاجه يعني واحد تكمل في واحد المشروع كان عندك وبغيتي توصل فيه خاص تكون عندك شخصيه قويه. كامرأة خاصك تكون عندك شخصيه قويه وتفرضي الوجود ديالك في الشارع المغربي، خصوصا ان المراه ما مقبولاش في الشارع المغربي، كتخدم بحال الراجل. فوالا ولكن ما لقيتش مشكل حيت كانت عندي اراده قويه باش نكمل في هادشي اللي بديت. وانا الحمد لله دابا من شهر 10/2019 لدابا شهر 3/2021 وانا باقي مستمره فيه وتنتمنى نحقق الحلم ديالي. من نهار بديت بهذا المشروع ديالي وانا كنوجه نداء للمراه المغربيه انها تخرج للشارع المغربي وتخدم بحالها بحال الراجل. ولدابا لحد الساعه باقي كنهضر في هذا الموضوع هذا وتندير لايفات انستغرام وفيسبوك وتنهضر مع البنات وتنقول لهم حاولوا تخرجوا للشارع المغربي وخدموا، ما تكونش شي حاجه اللي غادي تحبسكم وما تكونش شي حاجه اللي غادي تحاول توقفكم. ولكن للاسف في حد الساعه كنلقى يعني العنصر الذكري هو اللي خرج للشارع المغربي هو اللي مسيطر عليه. ممكن الخوف او المجتمع ديالنا صعيب شويه ما تيرحمش المراه، ولكن لحد الساعه انا كنادي النساء انهم يخرجوا بحالنا بحال الرجل، لانه ما كاينش فرق بين الرجل والمراه، كلشي خصو يخدم على راسو بحال العمل في الشارع بحال شي عمل اخر، ما كاينش شي فرق. الحمد لله انا عندي واحد لاباج في انستغرام اللي سميتها instapresso.marrakech، والحمد لله عندي بزاف ديال الناس اللي مخليني نستمر لدابا هما الناس اللي عندي في انستغرام تيشجعوني، يعني بنات ودراري الحمد لله تيجوني رسائل محفزه وتشجيعيه منهم وتيشجعوني دائما سواء في الميساجات سواء في لي ستوري، وتيجيو عندي تيشربوا عندي قهوات وتيحاولوا يديروا معايا ستوريات وتيشجعوني دائما. ويعني هذا الحاجه هذه مخلياني محفزاني اكثر واكثر. والحمد لله لان بزاف ديال الناس كاينين بزاف ديال الناس كيفشلوك، ولكن كاين بزاف ديال الناس اكثر من الناس اللي كيفشلوا كاين بزاف ديال الناس كيشجعوك. بمناسبه اليوم العالمي للمراه كناشد للنساء انهم يخدموا ويكافحوا ويناضلوا على المستقبل ديالهم وعلى الوليدات ديالهم وعلى الوالدين ديالهم ويخدموا ويديروا مستقبلهم. وكان نحييهم من هذا المنبر وتنشجعهم. بمناسبه هذا اليوم عاوتاني بمناسبه اليوم العالمي للمراه قررت اني نكرم المراه مع ان التكريم ديالها هذا التكريم هذا قليل في حقها، وحاولت اني ندير كافي للنساء بالمجان. جميع النساء اللي جاوا عندي خداو كافي بالمجان تيستاهلوا صراحه اكثر، كون كان بيدي نعطيهم اكثر كون عطيتهم، لان المراه شي حاجه كبيره وشي حاجه عظيمه وغير اللي ما تعرفش بحقها صراحه. وكانيا قليل ديال الناس اللي كيعرفوا انني ام وعندي بنيه عندها 4 سنين ونص، دونك يعني كاين بزاف ديال يعني العراقي كتلقاهم المرات واش هي كانت ام انها توفق ما بين العمل ديالها وما بين انها تكون ام وربت بيت. دونك نحاول نوازن بين الحياه ديال العمليه والحياه ديال الشخصيه والعائليه باش حتى حاجه ما نفرطش فيها، كل حاجه نعطيها حقها. وفوالا الحمد لله مقاده اموري ومنظماها وكنوازن ما بين حياتي العائليه وحياتي العمليه. وكلمة الاخيره اللي كنوجهها من منبر فبراير لجميع الشباب عامه انهم يخدموا ويكافحوا، اللي تيقرا يحاول يكمل قرايته، واللي داير شي مشروع في راسو يحاول يبدا به وينسى عليه كلمه اليوم غدا، حيت اليوم غدا هي اللي كتخلينا نبقاو بلاصتنا وما تنستمروش في ذاك ما تنحاولوش نطبقوا هذاك الشيء اللي كاين في راسنا ونحطوا على ارض الواقع ونساو علينا كلام الناس، حيت كلام الناس كثير الا كنا جينا نتوا في كلام الناس ما غاديش نديروا حتى شي حاجه في حياتنا. دونك بون كوراج لجميع الشباب المغاربه والله يسهل عليكم والله يوفقكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.